السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، مبارك بعيدكم لكم العبادة كل سنة وكل حول. الله يعودكم عليه أيام عديدة ومديدة وأنتم بخير وسهالة وفرحانين حكومة وشعبا. هذا ولدي أحمد وهذا ولدي سعيد وسارين مسيد. هذا أحد المسايد اللي خبرتكم عنه، أقول لكم تفهم ما تفتتحين السنة ما شاء الله من المسايد الجديدة جميلة تبارك الرحمن. الله من اليوم مرحبا أبو ناصر، مبارك بعيدك لا خليت منك ولا من ويهك يا ريحة الطيبين. يا مرحبا أيوة بقول لك لا يا طيب، هذا اللي باجي هذا البركة وهذا نأخذ العود لا خلينا منك حشا علي نأخذ من جيل السبشل يا عيوب ذاك يا أبو الله يرحبك على فضله أبو ناصر. وين حقق أبنا أحمد البارحة ضواء بالله عليك البارحة عطل علينا أحمد بن ناصر. إيه وين بونا جايين من الشيشان ما أدري من وين. إيه سالين طالعون ارض هنا. زين زين يا مرحبا ابو ناصر الله يرحمك. متى البحر؟ ها متى البحر؟ ان شاء الله نقول باكر ان شاء الله. زين زين بالتوفيق يلا بالصيد الوفير عيزني من القعده. هي شهر كامل شهر كامل مره ما احترقت من انت من يوم القعده وانا ما شفتك طول شهر رمضان ابو ناصر. ما شفتني ترى من اخلص من التراويح تصير يا ناصر نصلي التراويح ونجلس شوي وبعد يجينا. لا اله الا الله والله العظيم يونا قوم مرزوق بس يوم واحد فيهم البركه. بسم الله العربان تقطعت يا رت عدالك ما يوايج عليك سبحان الله. هي علي ابو ناصر في عاد بيضت لحيتك حراكه شيبه الدهر. وانا بحب صغير يا ابو ناصر متى مستوي. لا اله الا الله عين الحين قبلك مستوي الحمد لله. زين ترى كله صغير اللي يكبر. اي والله سوقها شغل يتقدمون انت من كبرك يلا لا بريت والله يلول فنا والله والله يصطاري ينكتب عليه. الحين الماريبك يا ابوك ها؟ الماريبك. اي والله وحي قديت عفان الله يلا لا بليتنا من عقب هاي المارا كلها يا الله بحسن الخاتمة بارك حق نفرات كلش داخل الدنيا. يلا سوي عيد مبارك. عيد مبارك كل نفرات عيد مبارك. وانت عيد مبارك كل نفرات جماعتين صديق كل صديق عيد مبارك. وانت انا رشيد وسائري بلاد المسلمين عيد مبارك. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا. يلا تعال سوي عيد مبارك حق نفرات داخل الدنيا كلش. يلا قول عيد مبارك. يلا سوي عيد مبارك. السلام عليكم. ها سوي يلا سوي عيد مبارك. مبارك مبارك. تهي وانت بعد عيد مبارك. وانت مبارك نفرات الدنيا كلش. قول مبارك كله نفرات. يا الله السلام عليكم عيد مبارك. ايه يلا اقول لكم بني اودها وبندسها حق ما تذخر بها حق متى حق مصباح العيد. هاي حلوات الشيوخ ها قلت لكم ما حد بيحرتش ولا بيحرت ولا حد بيصق فيها ادنات الدو لو دينها بوي حق مصباح العيد. الحمد لله يا الله يهنيهم ويبارك لهم ويطرح البركه فيما رزقهم يا رب العالمين ويطرح البركه فيهم ويعلهم ان شاء الله فرحانين وسعيدين وين ما يكونون. المبارك عرسهم والله يبارك في حياتهم ويطول بعمر شيوخنا ويحافظهم ويبارك إن شاء الله للعرسان ويرزقهم الذرية الصالحة ويألف ما بينهم ويمد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أبو أحمد مبارك عيدك يا صلح لح. سلم علي أنا قبل مبارك عيدك صلاح. عيدي وين بعد وحدة بارك عيدك ايش حالك حبيبي تمام بعد عيدك عيدك مبارك من صلاح ويا حد يدون قالني شو فلوس صلاح هلا ماني والله انا اشوف
البوك الجديد. ايه يا سلام، من وين هذا؟ اسمه وين هذا؟ ايه ايه ما شاء الله ما شاء الله، يستاهل. حلا حلا عن عال الجديد، حلا كل زين. تستاهل يا صلاح، تستاهل 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 يا صلاح. تستاهل اللي بتصير تايلند بكرة الساعة 9:30 طيارك. تستاهل اللي طير على الاتحاد ذهبين لك أبوي عربانة حاجزين لك عربان في أبو ظبي وفي تايلند. يلا الله كريم الله كريم. ما تبغى حلوة أول؟ ترى حلوة؟ حلوة مال عسل شو؟ ما تبغى؟ شوي عيب لك حلوة؟ شوية صعود ويودة. اليوم طعم ما يختلف عن كل حلوة، من شفت تعرف اليوز داخلها واليوز ناضي، هبياي إنك يتقرض شويونة تحت الضرس تحس باليوز إنها شوية جاسية، فعطنها زود لذة وطعم منغمة في الأكل. أسمي أبوك اللي خدم الشيوخ هاي الحلوة، بيض الله تويها اللي خدم الشيوخ، اللي خدم الشيوخ دبي حق عرس الشيوخ ما شاء الله هالحلوة. اسمي بيض ويها أبوي بيسي لين هناك يطالع الشي لفالة وبيحطون الملف. شو تبى صلاح؟ خبيث؟ بعدين بعدين حين ما يبى، حين ما يبى أبوي ما يبى، حين ما يبى خلاف خلاف ياي لازم روحي طالع. بس انت في هالبيزات كم الحين حصلت صلاح؟ بس كم؟ طول زين. يلا هذه الدوار كالسهبة الله الله. يبي يسيرون؟ ايه تمشون؟ يلا يلا قم حبيبي. كم ذا سوي دواركا؟ I need to take picture for you. انت بكبرك انت العوده. يلا وين تسوي تشيز صلاح؟ يلا علت مينو هاو ماتش يو جيت ماني صلاح. اول وادي وين بتسيرون؟ وين سارين اول؟ بيت حبوبه بقبل ولا بيت عبد الجليل؟ اول بيت عبد الجليل. زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك يا سيدي، والله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول زايدين ما بناقصين. يدك في الخاص، أعرف أنك غالي ما دام إنها وصلتك الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. قروب العائلة إيش حالكم؟ خوالي خالاتي وعيالهم الكرام إيش حالكم؟ عيدكم مبارك، الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول. بشركم نحن بخير أمورنا طيبة. ولد عليكم كل عام وانت بخير يا أبو محمد. أصبحت بخير. مرحبا يا أبو محمد، كيف الحال؟ حسك طيب يا أخي، في خاطري أشوفك والله يا أبو محمد، في خاطري أشوفك إن شاء الله قريب. قل له إن شاء الله إن شاء الله قريب. أبو عبد الله يلا حيا أبو محمد الخالدي. ونعم ونعم والله شبع شبع. يسلمك يا مرحبا أبو توفيق. عيدكم مبارك حبيبي. يعلك من عواده، يعلك من عواده. كل عام وانت بخير. وانت بخير وسهاله، كيف حالك؟ الحمد لله فديت قلبك يا ابو محمد. مبارك عيدك، مبارك عيدك، خير وسهاله. كيف حالك انت؟ سلام كل خير والله يبارك في حياتك يا رب العالمين. وين صليت العيد؟ وين صليت العيد؟ لا هني عندنا الشعبيه الثانيه. زين 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 زين، بالبركه بالبركه. الله يبارك في حياتك. عاد الحين مره مشندخ وبنام مره هالكلام الدقدق. ما عليك باس. اي والله وديت خشم، كنت عاد بعايدك والله وبركاته. زين زين زين، ما تسوي لك الطيب. يلا عيل ان شاء الله الملاقه بكره اذا الله راد. زين بكره الساعه كم؟ الساعه 6 تكون عندي في البيت. 6 تكون عندك في البيت. ايه ايه. الطياره تطير الساعه كم؟ الساعه 7:30. ودي كيف 6 تكون عندك؟ انت تعالوا بس 6 تكون عندي. 6 تكون عندي لو 5:30. يلا ان شاء الله 6 بكره. يلا ما الله يا حبيبي. خاصة لمنزل السيد ابو ناصر محمد بن غنام الهامري، نحن مسيرين عليه خالد بن احمد واحمد بن خالد وسعيد بن خالد، ان شاء الله بنسير عليهم بنسلم عليهم وبنرد. ان شاء الله
تداوشون وبعدين تلعبون تفضلون تداوشون. لا لا بس أنا فرح عندي لا نصيد. لا. إيه لا بسيل وخيل خليها له. هو سيدي هو سيد حميد نفسه. زين أشوف ما بتروب له والله إيه إيه لا تخلي صيح يا الله نعم الله تصير اللي ما يعرفك يا الله يا ما ليه شيء بالعفو ما أبوك هل إنك تقرب الله تعدو أبوك هل يا ودوه أنت مسحته يا الله يقرب العدوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو محمد الغالي. يا أبو محمد لك وحشة يا طيب، كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك. حبيت أعايد بك إن شاء الله فضلا عن المسجات والبرودكاستات، ها أخصص لك هذا طال عمرك الفيديو وأقول لك كل عام وأنت بخير. ها بنصلهم لك بيسي مقطوع سر في قاغة وعاش حين في مدينة محمد بن زايد. والله مليون مرحبا مليون مرحبا. الله يسلمك. وهذا ولده الله يحفظه ما شاء الله عليه سعود وأحمد. وهذا سعيد بن خالد. وساعة ما وحالي أبارك بالعيد لحكومتنا الرشيدة حكومة وشعبا وحكام الإمارات وأولياء العهود. أبارك لما الشيوخ الشيخ فاطم بنت مبارك لبركة عمود الخيمة يعلى الله يحفظها ويطول بعمرها ويمد بجلها ويمتعها بالصحة والعافية وطولة العمر ويسلم عيالها الشيوخ يسلم أولياء العهود وحريمهم وعيالهم والحكام وامهاتهم وعيالهم ويرحم موتانا موتى المسلمين أجمعين ويحفظكم ويحفظ جنودنا البواسل خارج الدولة وداخل الدولة ويحفظ السفراء والوزراء والقناصل والقائمين بالأعمال والجنود والدكاترة والمهندسين ودريولية الطيارات ودريولية الباسات ويحفظ المجتمع الدولي بكبره ويحفظكم كلكم 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 يا المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير يا ابو محمد، وش حالك؟ طيب كل عام وانت طيب. انا من احد متابعينك ومعجب فيك ومعجب بتعاملك مع اخوك صلاح. نسأل الله ان الله يكتب اجرك فيه وان الله ان شاء الله يوفقك ويجزاك خير عن ما تعامله مع اخوك صلاح. معجب في طريقتك وفي عملك مع اخوك، والله لا يفرقكم ويديم عليكم المحبة والمعز. اخوك ابو ناصر من السعودية. تتوالى زيارة الأهل، حاليا نحن ما في زيارة أرحام، زيارة أهل. أو خلصنا من أصدقائنا ويرانا وحين ينا فريج التيار. الحين الله يحفظه وسالي نسلم على أول زيارة بيت خالتي، تزور خالتي على الجنة. الحين خالتي توفت لكن الحمد لله تامين العيال، الله يحفظهم ويطول بعمارهم العيال والبنات، وسايرين عايد بهم وسكنتهم الله يحفظكم. هذا الفريج اللي أنا مسمينه فريج التيار، اللي قال لكم من خواص فريج التيار لو ترز مربعة أصبحت خضراء. مربعة كان حد يروم يرز مربعة تصبح خضراء، ها فريج التيار. ما حتى لو بتحط شيء يوسد الشيارة الطايح ولا شيات مربعة تسندها أصبحت المربعة خضراء. كل شيء عندهم يظهر. وفي بيت اللادب اللي ما سربجي عند الله علينا لو بيزرع شرب ويبعروقها وبدنياها أصبحت يابسة. الله المستعان. وصلنا حينة والرد خلاص. تسلم عليكم الله بسعاد وياك. خالتي الغالي مبارك نعيدك عبد الله الدرويش بن أحمد، يلا الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله عليك ما شاء الله، معرس معرس ولد خالتي.
ما هو حالي أصور، ما هو حالي. هذا سيبن درويش، هذا ولد حياة درويش من كرم، محمد من درويش. ما شاء الله هذا يا سيف الله يحفظهم أنسابهم وعيالهم. هذا شقيقي الأصغر خلف، ما شاء الله هذا اللي يلطم ما شاء الله عليه. هذا رجال يا مرحبا. هاي بعد شباب ما شاء الله. هذا تريس الله يحفظه، الشاب الوسيم الفنان العنيق اللي من عواده، الفنان اللي ما حد شراته في الدنيا العوده. تو ظهروا منو هاي؟ هذي العيال خلفان بن خلف الخدية. الخدية رميثي. الخدية رميثي؟ اي نعم. معقول كيف يعني؟ هم ترى اللي مسجلين رميثات من هذيك الايام. وابوهم عاش بين رميثات. وخلع عمر رميثي. اسطور رميثي حد الزمن. ولا هو ما برميثي؟ هو بن خدية معروفين بن خدية. اي نعم بيسات. اي نعم. الله يحفظك ان شاء الله. اقول لكم هذا سيف ولد عبد الله بن درويش. ظهر على خواله رميثات، ظهر على خواله رميثات اللي هل السمحة ابدا استخول، ما خد من جده لابو شيء، استخول يعني ما خلى شيء من هل السمحة ما خده ابدا. ليت الزايد يا ولد في كل عام، ولا ليته يا ولد في كل جيل، يستحق المدح له قد هو عظام، له جميل في الأوادم والنخيل زايد. فريج التيار، هاي سالفة فريج التيار، كل أبوي هالنمونة ما تلقط حتى ورقة ما تهيث في فريجهم، ورقة كل شيء يرحمه مورد ومشي مشير وغادي الدنيا تزح خضرة خضرة. فريج التيار بيت ما تلقى زوره، ما تلقى هاليابس حتى زورهم ما يجي بس يسار. أحمد بن عبد الله أقول لك الحبيب، هذا منو لي على يميني أنا؟ هذا الرجال، هذا منو؟ هذا محمد بن خالد بن سعيد. محمد بن خالد بن سعيد ما شاء، أول مرة أشوفه أنا هذا الرجال، الله يحفظه ما شاء الله. خلص أبوي عسكري لو بعك أنت؟ أنا خلصت. أي الله يحفظك ما شاء الله. السلام عليكم محمد، مبارك عيدك، إيش حالك؟ عساك بخير. عليكم محمد بن ياسر. نعم مبارك عيدك. الصباح وين ياي؟ عند العين. عند منو؟ عند خالي أحمد محمد بن هامل. هي. عند الصغير بن خلف. هي. سلمت عليهم؟ نحن طال عمرك رادي من العين وإن شاء الله نراك قريب. تحياتي. فضكم وصلنا منطقة بني ياس، بنسلم بعد على أختنا الكبيرة أم محمد بدرية بنت أحمد عبد الله خالدي، كلهم حمتيام الحين عندها في مقام الوالدة. كلنا عاد الحين كلها العائلة تتيمع كل عيد غدانا عندهم، كان عيد فطر ولا عيد أضحى نتيام أبوي كلنا ونتغدى عندها. الله يحفظها ويطول. صلاة حاشر الدنيا بالصبح جوعان وجوعان وجوعان وجوعان، وحين نحن سايرين لكلنا. الحبيب أحمد اللي يسوق يبوكم، الرقاد اللي في الدنيا كله فيه، الرقاد اللي في الدنيا كله فيه، الرقاد رقاد. تعالي نسير، قلت حق الناس إنك بكرة بنسير مع وين؟ إيه وين بنسير؟ هذا بانكو. صبر خلي يكمل. اتصلوا تو طيران الاتحاد يقولوا حق صلاح نحب ان ندب له سياره روحه خصوصي، سياره حقك انت يا خالد مع ربيعك ابراهيم، وسياره خصوصي حق صلاح
هو مع أسد، لا تركبون مع سيارة صلاح، المدير مال الطيران الاتحاد قال لا تركبون ويا سيارة صلاح ولا تضايقونه، خلوا صلاح روحه خلوه يركب قدام بعد. تتبع قدام لا تبى وراء؟ لا قدام سكان سكان. عند السكان؟ إيه شكرا يا طيران الاتحاد. قلنا حق صلاح وقال إن شاء الله. زين؟ وفي الطيارة يبى الكرسي لعدال الجامع. صح؟ زين؟ خبروا هناك إن في إن شاء الله يوم ما نوصل يدزونك الدزاز الكرسي هذا. زين؟ ويلشير. لين يظهرونك من المطار. زين؟ يستقبلونك بهيكل. وبازوين ومدخن والبان ويشلون عليك شلايم علي ويعني يمكن تهزك الهبوب ولا شيات تستنزل يورد شازملة عليك انت ودل ودل ان شاء الله. هذا راشد بن خلف بن احمد بن عبد الله الخالدي، وهذا عمي خالد بن خلف خالد بن احمد. حبيبي وهذا سيف ولد اختي. نعم. عنده اسم ابوك سيف الحسني سيف بن احمد. مرحبا حبيبي. الله يرحمك يا فضله. انت بخير؟ بخير. مبسوط؟ نعم بوجودك. لا خليت منك. لا خلا وعدم. نتابع. لا وين هذا؟ ما نبو حتى وانت تسوق تتابع الخالدي بتنفذنا. اوه السلام عليك يا الخالدي، كيف حالك؟ ساك بخير يا اخي. عندنا هذه في باي، شوفها كيف صارت، شو الحل معها؟ شوف ورقها كيف، عندنا الهمبا هذه شوف كيف، شوف ورقة كيف معناها ثامرة، شوفها. وهذه تين، شوف ورقها كيف صار، الفيفاي والتين اللي ورقها مني بس يبغى. شو اسمه؟ يمعة بن عبد الله الغول الكعبي النسيب. بارك بعيدك، كيف حالك؟ هذا بالله عليك صغيروني اللي امس شافك في هذا ولد سيف. هي ولد سيف. هي ولد سيف الطويل. هي نحاس اللي فيه بحاسدنا. يدور ياس ياس شو يسوي؟ يحفظ ولده. قول كذي عادينها يمكن ثلاث اربع مرات اللي ما صور. ما شاء الله عليه سيف الطويل. ان شاء الله ان شاء الله اني القط صورته بحطها لكم. بطرشها صورك. والله نعم. دخيل والدي مطرشها. يلا حين هذا اللبو يوم يقول كبيرهم علمهم السحر، هذا اللبو يعلم يلقن الولد والولد يتعلم من اللبو كل الدروب. ايش عليك يا يمعة باطع نسيبك الخالدي كلهم حلو. مبارك نعيدك يا ابو محمد، وعساك من عوات العيد ينعاد علينا وعليك كل سنة وكل حول، والله يتقبل قيامك وصيامك، ونبارك للأمة الإسلامية والعربية بحلول العيد الفطر المبارك، الله يعيد علينا وعليهم أجمعين إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. جايين اليوم على نعت ومحمد الله يحفظه الخالدي بشوتي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.